هذا احسن حاجه عندي في رمضان هي كيجي بدا يسحر السحور ناضي داكشي مزيان اي حاجه غير دانون السحور كنت كنوجد غير شويه بحال دابا كنحط شويه التمر شويه دانون شويه شبكيه كنصاوب لها اصلا مولف سبور يعني حتى الماكله ديالك كتكون هيلتي كنوجدها شويه كنوجدها كنجي نفيقها بالليل وكنعطيها السحور وكانت تقريبا هذوك احسن الاوقات عندها وجزاك ايوب كيشجعك مزيان ديال بصح اييه فريمون كانت كتاكل ناعسه كاع ناعسه ناعسه كنرتاح مرتاحه على البنانه وكتاكلها في بلاصه نعطيها الماء عاوتاني نشربوا ليها يعني